مشاهدة هذا؟ أجل، لقد فهمت النكات. ما رأيك؟ هل تعتقدين أنه عاد إلى هناك وهو يحاول أن يحدثنا من خلال كتب التاريخ؟ هذا ما يقوم به عادة. شكراً لك. سيبقى على تواصل. هذا قبل شهرين. إنه يخطط لشيء ما، أنا متأكدة، أعرفه جيداً. ما الأمر أيمي؟ أيمي؟ تاريخ وزمان وخريطة للدلالة، ربما هي دعوة. ممن؟ ما من توقيع. انظر، إنه المغلف. من الأفضل أن تأتي إلى هنا سيدي، إنها تفعلها من جديد. دكتورة سونغ أصيبت بنوبة هلع، وهي تقول إنها ذاهبة إلى كوكب صغير يدعى أمريكا. شكراً. لا شكر على واجب. هذا هو المكان، أليس كذلك؟ أجل، في وسط المجهول، هذا هو. كيف حالكما؟ دكتور. إنها عائلة فون، أيمي وروري، مرحبا بكما، تعاليا إلي. كنت مشغولة جدا صحيح؟ هل رأيتيني؟ بالطبع. أيتها المشاهدة، أنا هنا وروري هنا أيضا، تعال إلي. قبعة جميلة. أجل، هذا النوع من القبعات يعجبني. مرحبا عزيزي. حسناً، إذن أين نحن الآن؟ ألم نصل إلى الجزيرة بعد؟ بلى، لقد وصلنا. إنهم يحترمونك جداً هناك. هل رأيت التماثيل؟ جيم السمكة؟ أوه، جيم السمكة، كيف حاله؟ ما زال يبني سمكة. أعذراني، لكن ماذا تفعلان؟ يسافران عبر الزمن ولم يلتقيا، فيتبادلان يومياتهما. إذن ما الذي يحدث؟ لأنك كنت تخطط لشيء. لقد كنت أركض، ركضت بسرعة غير مسبوقة، أمضيت حياتي على هذا الحال، والآن أريد التوقف، وأريدكم جميعاً معي في هذه الليلة. حسناً، نحن هنا، ما الأمر؟ نزهة، ثم رحلة، إلى مكان مختلف، مكان جديد. إلى أين؟ إلى الفضاء، عام 69. عندما كنت صغيرة كان لدي صديق خيالي، وعندما كبرت عاد مجددا. اسمه الدكتور، جاء من مكان آخر، ولديه صندوق يدعى تارتس، وهو كبير من الداخل ويستطيع السفر إلى أي مكان في أي زمان. هربت معه وما زلنا نهرب حتى الآن. مرحباً. مرحباً. ظننت أنه سيكون كمذاق العيلة. إذن هذا هو عمرك، كنت صغيراً حين رأيناك آخر مرة. ازداد وزنك في تلك الفترة، لكنني لم أخبرك. من هذا؟ ما بك؟ عفواً، ماذا؟ ماذا رأيت؟ قلت إنك رأيت شخصاً. لم أرى شيئاً. أوه، القمر، انظروا إليه، أعرف أنكم لم تكتفوا بالنظر إليه. جسم ضخم مضيء في السماء، إنه لا يقاوم. هذا